النص المليان مع ماهر قدورة. أنا بدي أقولكم اليوم قصتي في شغلي القديم في مشروع بأبوظبي، وكان عندي مدير كل أسبوع أو كل أسبوعين لازم نحتفل بإنجازاتنا. الزلمة لخمني، فرحت سألت قلت له ليش عم نحتفل ونحن ما خلصناش المشروع؟ قال لي الاحتفال بالإنجازات الصغيرة هي طريقك للاحتفال بالإنجاز الكبير. الاحتفال بالإنجازات الصغيرة بشجع اللي حواليك، برفع معنوياتهم، بخلي الناس تتراكد وتركز على الإنجاز اللي بعديه. يا قديش لحنا منبخس بإنجازاتنا ما منحتفل فيها، وبتروح علينا فرصة زيادة ثقتنا بنفسنا، لملمة الناس من حوالينا، والتركيز على المشروع والهدف لأمامنا. وهذا النص المليان.